أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مضي الدولة في جهودها لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة رغم كل الصعاب والتحديات التي تواجه البلاد بسبب الأزمات والاضطرابات العالمية وخلال زيارة محافظة الدقهلية لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أشار مدبولي إلى أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية طالت كل دول العالم بما فيها مصر لافتا الى نجاح مصر في الصمود امام تلك التحديات وبفضل الاصلاحات الاقتصاديه التي جعلتها اكثر قدره على مواجهه تلك الازمات وخلال جولته اطلع مدبولي على نسب تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات بمركز شربين